مؤتمر تأتي تصدمهم وتجيب على أسئلة الجمهور. شاهدوا مزيد من التفاصيل. تفاعلت قمر التائي على صفحة أبل سناب شات بمجموعة من الاستوريات كانت عم تجاوب على أسئلة الجمهور اللي حكوا لها إنه هي شكلها كتير ضعفانة بهالفترة. أيضا هناك من اللي لاحظ إنه قمر التائي شعرها طولان اللي ترد عليه قمر التائي بي الحمد لله العناية اللي عم سويها ما عم تروح على الفاضي. أيضا في مين حكى لها إنه وشها متغير، حكت لهم قمر التائي إنه هي مردانة. أترككم على استوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. إنه وشي متغير، أنا صح وجهي تعبانة من المرض وأصفر، بس الستوريات اللي نزلتهم أول شي كانت بدون فلتر والإضاءة غلط، الإضاءة وراي مو قدامي، فهسا هاي بدون فلتر والإضاءة قدامي، فتوقع أنه شكلي طبيعي، وممكن لأنه صالكم هواي مو شايفيني والتعب مأثر يعني. فبس والله لأنه صراحة هاي الفترة كلنا ما لنا خلق نسوي شيء ولا لنا خلق نتونس أو نطلع مشاوير، فأنا عن نفسي مقضيتها من البيت للجيم من الجيم للبيت، واليوم مثلا ما رحت للجيم لأنه مريضة كلش، فتمشيت 10,000 خطوة 10,000 خطوة مشيت، ومسوية ملتزمة بالدايت من الوقت اللي قلت لكم رح أسوي دايت إذا تتذكرون، ملتزمة ومثلا اليوم ما أكلت ولا شيء، بس يعني هذا مو جزء من الدايت لاني ما مشتهية اكل، يعني ما ادري مو جاي على بالي يمكن لاني مريضة فما اكل، واذا اكلت اكل اكل عصافير. وزنت قبل 4 ايام واليوم وزنت، نزلت 3 كيلو ب4 ايام، فما ادري ايش يصير، بس انه صح ده اضعف.